كان كل شيء مدمر في الكنيسة يعني، ولا في شيء. أبونا فراس خوري من كنيسة الروم الكاثوليك الزبابدة. هاي الأرض إلنا. This is our land. الزبابدة القرية الوحيدة اللي ممكن نقول إنها مسيحية في منطقة جنين، لأنه بتضم أكبر تجمع مسيحي في منطقة شمال الضفة الغربية. هاي الزبابدة، ولدت في الزبابدة. تعلمت في الزبابدة لحد الصف الثالث إعدادي، بعدين سنة 82 رحت على السمينير وخلصت دروسي في الفلسفة واللاهوت، وبعدين عند الآباء السليزيان في بيت جالة. أنا متجوز من دوريس هاني، وربنا أعطانا ثلاثة أولاد، بطرس عشان يسوع. قيس وقصي توأم، ولدوا بعد 6 سنين من ما أجا بطرس، وهم نعمة كبيرة من عند ربنا. أنا كثير مبسوط بالأولاد، هم نعمة كبيرة ربنا أعطاني إياها. يلا نام يلا نام يلا عبيبي. لا بابا لا، يلا نام قاعدين بنشتغل من ضبط الساحة. هاي جراف الدفن، هاي حديد، وهي كركار، وهي الشباب بيشتغلوا. بدنا نصب الساحة عشان يصير المحل مرتب. سيدي كان آخر خوري خدم كنيسة الزبابدة، وتوفى سنة 1985، ومن هذاك الوقت ما كان ولا في خوري ولا في خدمة كنسية. سيدي ارتسم بالأربعينات، وبعد ما توفى سكرت الكنيسة، ما بعث خوري، والرعية الملكيين في الزبابدة تشتتت
كان حياتي دي ساكن هون، سكن 50 سنة سيدي هون. أنا نمت فيها وأنا صغير عمري 7 سنين، نمت هون في الدير. تعال أورجيك وين نمت. هون سيدي كان عامل طقم صالون، كان حاط طقم صالون هون هون هيك هيك أراوند. كنت أحط فرشي على الأرض هون ومخدي وأنام هون. نمت أنا في الدير هون. أبوي أو عمتي يحكوا مع مطران حيفا، يا سيدنا كنيسة الزباب دي ليش مسكرة؟ كان يحكي لهم عم نستنى بفراس، عم بدرس في السمينير، بس يخلص دروسه بنرسمه. بس خلصت دروسي رجعت على البيت، اتجوزت، فاشتغلت بالخياطة، تأخذ مصاري قليل، تشتغل ساعات طويلة. كانت فترة صعبة. في هالفترة هاي كنت أراجع سيدنا المطران بالنسبة للرسامة. كل مرة كان يحكي لي طول روحك شوي، طول روحك شوي. طولت روحي 7 سنين. الزبابدي ضيعة صغيرة، بلد صغيرة، ورغم إنه كنيستها مسكرة ما في أهمية كثير إنه يرجعوا يهتموا فيها، فبالتالي أخذت أكثر وقت حتى ينتبهوا إنه في شاب مخلص دروسه وعم يعني ممكن إنه نرسمه ونفتح الكنيسة. أكسيوس أكسيوس أكسيوس. نشكر الله في 31/8/2002 مطران بطرس المعلم رسمني شماس. أكسيوس أكسيوس إنه مستحيل. في 14 ديسمبر رسمني كاهن. نشكر الله انه فتحت الكنيسة. اول حد بعد الفصح رجعنا فتحنا الكنيسة. انا رايي انه اشي عظيم، انه يعني معجزة كانت انه رجعنا فتحنا الكنيستنا. كنيسة الروم الكاثوليك هي كنيسة شرقية بتعيش في البلاد المقدسة في وحدة مع روما، لكن في استقلال عندنا بطرك. الوحدة مش تبعية، البابا في الكنيسة الشرقية هو بطرك روما. في كل مكان كنيسة الكاثوليكية في الزبابدي الروم الكاثوليك مبدئياً عددهم 20 بيت 20 عيلة، أي ما يقارب 100 شخص 120 شخص، لكن في ظروف للأسف عم تبعد أولادنا عنا. لما رجعت الكنيسة حاولت تسترجع أبنائها، في نوع من فقدان الثقة بالأول بين الكنيسة وأبنائها، إنه تركتونا 18 سنة هلأ جايين تدوروا علينا. ممكن إنه بعد 30 سنة ترجع الكنيسة تسكر 18 سنة، معناته في عدم ثقة، فش تراست، فش ثقة. تخرى إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي بيصلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. فلسطين هي أرض الكتاب المقدس. إحنا اللي فتحنا القبر والكينا فاضي، وإحنا خبرنا سوريا وخبرنا أوروبا وخبرنا كل العالم بأنه المسيح قام، ويسوع يسوعنا، والإنجيل إنجيلنا، وإحنا شهود للقيامة في أرض القيامة. إذا أنت بتفتح الكتاب المقدس في بلد مثل الزبابدي تشعر نفسك بأنك داخل القصة وإنك جزء من هذا المثل. ويطمون عليها فقال لهم لا تبكينا لم تمت بل هي نائمة. فجعلوا يضحكون منه لعلم بأنها قد ماتت. أما هو فأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبي يا قومي. وعندي تشبيه بين قيامة هذه الصبية
وقيامة هذه الكنيسة وهذه الرعية. تشبيه فكرت به عندما كنت أقرأ هذا الإنجيل، والمسيح عندما أمسك بيدها وقال لها قومي، شعرت بأنه قد أمسك بيد هذه الكنيسة وقال لها قومي بعد 18 سنة من الإغلاق والإهمال وكانت نائمة. فدور هذه الكنيسة بعد القيامة هي التبشير بالإنجيل ودعوة الرسل الذين هم أنتم، أنتم هم رسل المسيحيين اليوم في الزبابدي. والرب دائما يكون معكم بنعمة الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.